أكد الدبلوماسي الجزائري السابق والنائب الأسبق للأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية الاتحاد الإفريقي حالياً نور الدين جودي السبت في الذكرى 42 لرحيل الرئيس الأسبق هواري بومدين أن الالتزام الثابت للجزائر تجاه حركات التحرر أمر مقدس. وأوضح الدبلوماسي السابق في ندوة تحت شعار هواري بومدين وحركات التحرير من تنظيم جمعية مشعل الشهيد بالتنسيق مع قصر الثقافة مفدي زكريا أن الرئيس الراحل هواري بومدين كان يعتبر أن دعم الجزائر لحركات التحرر واجب مقدس، لا سيما في دعم كفاح الشعب الفلسطيني وكذا الشعوب تحت نير الاستعمار والميز العنصري في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذه المواقف ثابتة للجزائر واستلهمها الرئيس الراحل من أجدادنا. وأكد جودي أن الرئيس الراحل كان حريصا على ترسيخ القيم الثابتة للجزائر لدى الدبلوماسيين الجزائريين في دعم جميع حركات التحرر سواء في إفريقيا أو آسيا وإلى غاية حركة التحرر في تيمور الشرقية بالرغم من علاقات الصداقة التي تجمع الجزائر بإندونيسيا. وبالمناسبة ذكر جودي الذي يعد أول سفير للجزائر بجنوب إفريقيا أن الراحل بومدين جعل من قدسية تحرير فلسطين وكافة الدول الإفريقية التي تقف تحت نير الاستعمار والتمييز العنصري هدفا ثابتا بعد استقلال الجزائر، مشيرا إلى أنه كان يردد دائما أن هناك حربا ثانية مقدسة وهي تحرير إفريقيا وفلسطين. وشدد ذات المتحدث أن بومدين كان يؤكد على أن الجزائر جزء لا يتجزأ من الكفاح في إفريقيا رافضا بذلك التفوه بمصطلح مساعدات لإفريقيا التي كانت تتغنى بها العديد من الدول. وذكر في هذا الصدد بالدعم الذي قدمته الجزائر لحركات التحرر في الموزمبيق من خلال تدريب الجيش الجزائري ل200 فرد من جيشها وكذا حركة التحرر في أنغولا، مشيدا بالحماس الذي كان يتميز به بومدين في دعم تحرير كل البلدان التي عانت من الاستعمار والتمييز العنصري، مذكرا بموقف الجزائر في دعم جنوب إفريقيا في الأمم المتحدة. وبالمناسبة أكد الدبلوماسي جودي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون متمسك بالموقف الثابت للجزائر في دعم القضايا العادلة لا سيما القضية الفلسطينية وهو يسير على نفس خطى الرئيس الراحل بومدين. وبخصوص القضية الصحراوية ذكر جودي بالقرار الذي اتخذه ملك المغرب الحسن الثاني والتزامه الثابت بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي حينها. يقول جودي كنت أمينا عاما مساعدا لمنظمة الوحدة الإفريقية وقامت مجموعة من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بنيروبي بتهنئة الملك المغربي حينما قال أقبل بصفة رسمية تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي. وفي الأخير ذكر جودي بمقولة الرئيس الراحل هواري بومدين في حوار أجره مع جريدة لوموند الفرنسية ومفاده أنه لا يوجد إلا دولتان لا تعترفان بوجود حدود بين الدول هما الكيان الصهيوني والمغرب، كما ذكر بمقولته الرائدة نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة وأن الجزائر تبقى على مبادئها مهما كان الثمن.